وللحديث أكثر حول الأسواق المالية معنا في الاستديو الأستاذة لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية في مجموعة إيكويتي. أولا نرحب بك، ما مصير حزمة الإنقاذ التي اقترحها بايدن تريليون وتسمية تقريبا تريليونين لنقول، هل باتت هذه حزمة مبالغا فيها الآن؟ أهلا بك. بالنسبة لخطة التحفيز التي اقترحها جو بايدن ب 1.9 تريليون دولار هي تثير بعض الشكوك، هل سيستطيع تبريره؟ هناك معارضة من قبل الجمهوريين سواء من حيث مبدأ هذه الحزمة، يظهر أن التمرير ربما سيكون فقط جزء أكبر من هذه الحزمة، لأن هناك اختلاف حول هل سيتم دفع هذه الشيكات للأفراد ب 1400 دولار هي متوجهة لذوي الدخل المحدود فقط أم للكل، وأيضا حول يعني جو بايدن يريد أن يمرر هذه أو الدفع للولايات لسرعة التطعيم والإسراع في فتح المدارس، فتلقى هذه بعض المعارضة وبعض الصعوبات لنرى يعني هل خاصة سنرى كيف سيكون بكرة قرار غدا قرار الفيدرالي الأمريكي كلمة بكلمة عن توجهات كل هذه الأمور، وهل يتم فعلا عن حزمة التحفيز القادمة. طب تغييرات كثيرة في الإدارة الأمريكية، واليوم تم يعني ترقب لوزيرة الخزانة الجديدة جانيت يلين، ما هي توقعاتك بالنسبة لتعليق هذا المنصب في صياغة السياسة الاقتصادية الأمريكية؟ هل ستدعم السياسة الاقتصادية الأمريكية؟ نعم، بالفعل جانيت يلين كتوليها كمنصب لوزير الخزانة، وخاصة أنه من قبل هي رئيسة الفيدرالي الأمريكي، هناك توقعات بأن تدعم خاصة الحزمة التحفيزية وخطط الإنفاق، وخاصة معروف بإدارتها للفيدرالي الأمريكي، فهي داعمة بشكل كبير لتمرير هذه الحزمة لدفع النمو الاقتصادي وأيضا لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من تداعيات جائحة الكورونا، وأيضا يعني ربما ستتبع سياسة الالتزام المصرفي، وهذا من أهم النقاط التي ربما عند تنصيبها يعني، وكما ذكرت يعني خلال كلمة ألقتها بأنها لن تقوم برفع الضرائب في هذه الفترة، فيعني توجهاتها لكن الآن. لكن ألا تتوقع أن هذه الحزم قد تؤثر على الدولار خصوصا أنه انتعش في ظل تداولات اليوم؟ نعم طبعا، قصة الدولار كما يعني بسبب أولا نذكر التضخم في الدول الأوروبية، بأوروبا ماينس 0.3، أيضا باليابان ب1.2 بالماينس، وأيضا بالصين ب0.2، فهناك تضخم وربما تضخم ضعيف ومتدني، لكن هذا التضخم يعني بتوجه يعني في هذا المدى القصير ل يعني الأصول النقدية مثل الدولار، لكن على المدى البعيد مع حزم التحفيز والإنفاق الكبير راح نشوف إنه التضخم راح يرتفع، ومع ارتفاع التضخم التوجه إلى الأصول الغير نقدية مثلا مثل الذهب، فبالتالي حزم التحفيز سوف على المدى المتوسط والطويل سوف تؤثر على الدولار، متوقع أن يكون هناك ضعف للدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى. ويعني بالتالي شفنا أنه اليوم ما في شهية في المخاطرة في الأسواق الآسيوية، ومتوقع أنه تفتتح الأسواق الأمريكية على تراجع يعني لعدة أسباب سواء نذكر. طيب لينا بننتقل إلى أسواق النفط العالمية، وفي ظل التزام الدول بما تم إقراره سابقا السعر النفط يحافظ على مستويات الحالية، لكن هل انتشار الجائحة حاليا سيؤثر مستقبلا أو خلال الأيام القادمة على سعر النفط؟ نعم، أسعار النفط هي اتجاهاتها صاعدة، لكن في الأشهر يعني في الأشهر القادمة، لكن مع الإغلاقات الاقتصادية وخاصة عم نشوف إنه فرنسا عم تتوجه لإغلاق جديد، وأيضا بريطانيا في إغلاقات اقتصادية، وأغلب أوروبا والصين أهم شيء، الصين هي أكبر مستهلك للنفط ومستورد للنفط، فهو يؤثر على تعافي الطلب العالمي وخاصة تعافي الطلب من الصين، وأيضا نحن سمعنا من ناحية هذا الطلب، لكن من ناحية العرض هناك
الالتزام من أوبك بلس أنه نسبة الالتزام بلغت نسبة 85%. لا ننسى التخفيضات التوعية من قبل المملكة العربية السعودية بمليون برميل يوميا، يعني هذا عم بيدعم أسعار النفط أنه ترتفع فوق $50، وخاصة عم نسمع أنه ربما هناك رفع للتوقعات لأسعار النفط خلال النصف الثاني من هذا العام، وعلى المدى القصير نتوقع بعض التذبذبات على أسعار النفط. لينا قنوع، شكرا جزيلا لك. وفي آخر الأخبار